السلام عليكم. نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. 67 يوما والحسكة بدون ماء. خروج محطة كهرباء تلتمر عن الخدمة نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي. وفد صنعاء حول مفاوضات تجديد الهدنة يحمل دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات إلى طريق مسدودة. والدفاع الروسي تعلن القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني في نوفوبول بجمهورية دونتسك الشعبية. أفاد مراسل سما بخروج محطة تحويل كهرباء تلتمر عن الخدمة نتيجة استهداف المحتل التركي لخط 66 المغذي للمحطة من منطقة أم الكيف بريف الحسكة. وقد قصفت قوات الاحتلال التركي البرية قريتي أم الكيف وتل جمعة بريف الحسكة ما أسفر عن أضرار بالبنى التحتية، خاصة أن قذائف عدة سقطت على محطة تحويل الكهرباء في تلتمر ما أدى إلى خروجها عن الخدمة. كذلك لا تزال كارثة قطع مياه الشرب القادمة من محطة علوك المحتلة إلى مدينة الحسكة وضواحيها وريفها الغربي ثابتة في مكانها رغم مضي 67 يوما دون ظهور حلول وانفراجات قد تلوح بالأفق أمام صمت المجتمع الدولي بأكمله. وفي ضوء التعديات التي تجري على خطوط جر المياه الممتدة منها إلى الحسكة إضافة إلى التعدي على الخط الناقل للكهرباء القادم من محطة كهرباء الدرباسية باتجاه محطة علوك، كانت النتيجة الانقطاع التام والنهائي لضخ المياه من المحطة باتجاه خزانات الحمى المغذية لمدينة الحسكة وريفها الغربي بمياه الشرب، الأمر الذي دفع الأهالي إلى استخدام الآبار المنزلية غير الصالحة للشرب والتي قاموا بحفرها أمام منازلهم، إضافة إلى شراء صهاريج مياه غير موثوقة المصدر وبأسعار أقلها 13,000 ليرة وسط ظروف اقتصادية قاهرة وظروف انتشار وباء الكوليرا. وحسب الأنباء الواردة من الشمال الغربي دارت اشتباكات عنيفة في الساعات الماضية بين أرهابي هيئة تحرير الشام وعناصر ما تسمى الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من أنقرة قرب بلدة سرمين شرقية محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وحسب وسائل إعلام تدور في الفلك التركي فإن الاشتباكات جاءت في محاولة لإخراج عناصر من فيلق الشام موجودين في نقطة تماس مع الجيش العربي السوري على الطريق الواصل بين سرمين وسراقب. وأضافت المصادر أن هدف ما تسمى هيئة تحرير الشام من إخراج الفيلق هو إحكام قبضتها الأمنية والعسكرية التامة على المنطقة. قالت وكالة وفاء أن قوات الاحتلال اعتدت بقنابل الغاز السام على الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية في بلدة مسافر يطا جنوب الخليل احتجاجا على استيلاء الاحتلال على مساحات من أراضيها لإقامة بؤرة استيطانية. إلى ذلك استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوب شرق المدينة المحتلة. ونقلت وكالة وفاء عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها أن الشاب فايز خالد دمدوم استشهد على الفور إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في عنقه أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيسرية. أعلن وفد صنعاء المفاوض أنه خلال 6 أشهر من عمر الهدنة لم يلمسوا أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة. وقال الوفد قبلنا بالتمديد الأول والثاني على أمل أن يكون هناك أدنى شعور بالمسؤولية أو تفهم من قبل دول العدوان ومرتزقتهم. وأضاف منذ بدء الهدنة ورغم ما شابها من تأخير إلا أننا حرصنا على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقودنا نحو السلام. وأكد الوفد على حق شعبنا اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار. وحمل الوفد دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات إلى طريق مسدودة جراء تعنتهم وتنصلهم من التدابير التي تخفف معاناة الشعب، معتبرا أن رغبتهم ليس السلام بقدر ما هي إبعاد دول العدوان عن تداعيات الحرب والاستهداف المباشر ومحاصرتها داخل اليمن.
أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في كلمة له حول المستجدات في لبنان والمنطقة أن العالم اليوم تحكمه أسوأ شريعة غاب، مشيرا إلى أن مسؤولا أمريكيا اعترف أن أهداف الحرب على سوريا والمنطقة هو سرقة نفطها وثرواتها، وبين أن من صنع داعش هو من يحميها هو أمريكا، مضيفا أن هناك محاولة لإحياء هذا التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق. وفيما يخص ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، أكد الأمين العام لحزب الله أن لبنان أمام أيام حاسمة، وسيتضح ما هو موقف مسؤولي الدولة وإلى أين تتجه الأمور. اليوم كثيرون أعادوا النظر بموقفهم تبع العشر سنين اللي مضوا. ليه؟ لأنه في كثير من الحقائق اكتشفت وتبينت وقيلت وظهرت. الكثير من الوثائق، الكثير من الاعترافات لرؤساء ورؤساء حكومات وقادة جيوش ورؤساء ووزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات وجنرالات شاركوا في أحداث السنوات الماضية سواء في لبنان، في سوريا، في العراق، في بقية المنطقة، والآن هم يتحدثون عن حقيقة ما كان يجري، أنه لم يكن يمت بصلة لا إلى تغيير ديمقراطي ولا إلى حقوق شعوب ولا إلى مستقبل مضيء لهذه الشعوب، وإنما كان شيئا آخر، كان أدوات في مشروع خطير جدا. قبل مدة هناك سيناتور أمريكي جمهوري ولا يعني بالمناسبة، وتحدث بصراحة عن كل ما جرى في سوريا وخطة لسوريا وللعراق وللمنطقة، يتحدث عن سرقة النفط والغاز ليموت الناس بردا. تصوروا، يعني أنا تفاجأت أنه في واحد بيحكي بهذا الوضوح، عن سرقة حقول القمح ليموت الناس جوعا، عن تدمير ذاتي، عن تدمير المؤسسات والجيوش والشعوب. كل ما كنا نقوله قبل 11 سنة و 12 سنة هو كان يقوله قبل أسابيع أو قبل أشهر. وأمام هذه الصراحة طبعا هو عوقب بعدين في الانتخابات الأمريكية. المهم ليس الآن أن تتضح لديك الصورة، المهم أن تكون الصورة واضحة لك منذ البداية عندما كان الأمر يتطلب الموقف الصعب، الموقف الجاد، الموقف الذي فيه تحدي، والموقف الذي فيه مسؤولية خطيرة أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها كبدت مقاتلي نظام كييف خسائر بلغت أكثر من 100 قتيل وجريح من النازيين، ودمرت دبابتين وست سيارات في بلدة نوفوبول بجمهورية دونتسك الشعبية. نتيجة لعمليات استهداف وقصف على وحدات من لواء الدفاع الإقليمي 110 في بلدة نوفوبول، تم قتل وجرح أكثر من 100 نازي. القوات الروسية تراجعت من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية إلى خطوط أكثر فائدة منعا لتطويقها. الضربات منذ يوم أمس على مواقع الألوية 66 و93 التابعة للقوات الأوكرانية أدت إلى مقتل أكثر من 200 مقاتل وتدمير 5 دبابات و9 عربات مشاة قتالية. أصبح بحر أزوف رسمياً بحراً داخلياً في روسيا بعد انضمام دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون إلى روسيا، وبذلك بات بإمكان موسكو وضع حد لاستفزازات سلطات كييف في منطقة أزوف وقطع الطريق على حلف شمال الأطلسي الذي خطط لإنشاء قاعدة بحرية هناك. مياهه الدافئة التي شهدت توترات وموجاته التي حسمت النتيجة لصالح روسيا. بحر أزوف أو الفم الضيق أو المدخل الضيق يتفرع من الجزء الشمالي للبحر الأسود ويتصل به عن طريق مضيق كيرتش، ويطل على الشواطئ الأوكرانية من شماله وعلى روسيا من شرقه وشبه جزيرة القرم من غربه. يتصل ببحر قزوين عن طريق قناة مانيتش. بحر صغير بحجمه، كبير بأهميته، مثلث الشكل تقريبا، طوله يصل إلى 340 كيلومتر وعرضه 135 كيلومتر، أما مساحته الإجمالية 37,000 كيلومتر مربع. يشكل ثروة اقتصادية هائلة
يحتوي على كميات كبيرة من الغاز ويشكل نقطة عبور مهمة للشحن والنقل، أحد أقل البحار عمقاً في العالم، لكنه كان عميقاً بما يكفي لاحتواء الاحتكاك بين القطع الروسية والأوكرانية. بعد قرار ضم المناطق الأربع لوغانسك، دونيتسك، خيرسون وزاباروجيا إلى روسيا، بات بحر أزوف بحراً داخلياً روسياً بامتياز كما كان في عهد الاتحاد السوفيتي، ليضع بهذا حداً نهائياً لخطط سلطات كييف لترتيب استفزازات في منطقة أزوف وحلف شمال الأطلسي لوضع قاعدته البحرية هناك، ويفقد أوكرانيا إطلالتها البحرية ويشكل تهديداً لتجارتها. والأهم أن السيطرة الروسية على بحر أزوف ستمكن موسكو من إدخال أسلحتها لقواتها في أوكرانيا، وربما تجعل سفنها الحربية أو غواصاتها النووية تتمركز فيه لتدفع بذلك بميزان القوى في صالحها أكثر. تذكر بالعناوين: 67 يوما والحسكة بدون ماء، خروج محطة كهرباء تلتمر عن الخدمة نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي. وفد صنعاء حول مفاوضات تجديد الهدنة يحمل دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات إلى طريق مسدود.